تصور. إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. ولا تنسوا دعم. السلام عليكم الإخوان، اليوم راه ضيف حلقة أنوار سعادات، شرفنا في هذا الفيديو وغنشرحوا واحد المسألة مهمة بزاف في الكيك بوكسينغ. 90% كيديروا هذا الخطأ، وكون متأكد أن الطريقة الصحيحة قليلة تعرفها. شنو هي الطريقة الصحيحة؟ أن أي ممارس كيك بوكسينغ أثناء التدريب تظن أن إلى ديما تيرجع الله كيك بهذه الطريقة، يعني بنية التحمل، يعني هذه الطريقة غيتحمل بها ضربات الخصم، لكن في النزالات تيتصدم. علاش؟ لأنه هنا مثلا في التكنيك ولا في لونترينمون عادي تيكون واقف ثابت. المهم أنت الآن مركز، الرجل ملي تتكون في الأرض يعني راه متماسكة وقوية، عكس الرجل ملي كدا كتحرك. إذا أنت معرض للضرب، ماشي ديما أنك واقف. انت ماشي ديما في هذه الوضعيه واقف وكترجع لاوكيك ولا كتبلوكي لاوكيك، اذا انت كتحرك. الو شنو لا بغيت نتعود نتحمل، ما خصنيش ندرب بهذه الطريقه، بالعكس خاصني ندرب. نزل شويه من الارض، خاصك توقف شويه رجلك من الارض هنا بهذه الطريقه هنا، غادي تجربوا الفرق كبير. انا غادي تتالم في البدايه. علاش؟ لانه رجلك ما بقاتش محطوطه في الارض، يعني فقدتي التوازن والرجل فقدت القوه ديالها. هذا اللي غيطرى في النزالات، لانه ملي تكون انت لاعب مثلا ضربه اماميه باقي غالبا كتضرب وانت باقي ما ثبتيش رجلك في الارض، ضربتي الضربه وباقي ما وصلتيش للارض، كيهجم عليك الخصم هنا فين كتصدم بالضربه. كتقول انا دائما يعني كنحاول نولف نتضرب في بلاو كيك وديما في لاصال ما كنتعبش، ولكن علاش؟ لان لونترينمون شكل والنزالات شكل اخر. غادي تمرجك الارض تقريبا 10 ولا 15 سنتيمتر، وهذه هي الطريقه باش نتعود. وهذه احسن طريقه لو بغيت نتعود على ضربات في الفخذ، وهذه هي الحاله اللي ممكن يعني غالبا غتعرض لها في الضرب. واي واحد عنده شي سؤال في هذا الموضوع يتواصل معنا ان شاء الله. اذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الان في القناه ليصلك الجديد بالضغط على الزر الاحمر اسفل القناه مع تفعيل الجرس.